مانع أن نأكل ونشرب في المسجد، لكن نجعل المسجد مثل الكوفي، مثل أماكن التي تكون لبيع القهوة، لا للاتكاء، للحديث عن الدنيا. لا يمكن أن يكون المسجد على هذه الصفة. زمزة وششخة ما ياغجن وغماوة ستشوي وششخو كافيهم ودو زغب سفوبهم ودو دنيهم مش تيب سفح وخبار خرش بواتو أغود بشخمو زمزة وششخم ياغجن. نعم، لا يمكن أن تكون المساجد إلا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم. ما جيتم يأخر زرشتر على بيغمبار محمد صلى الله عليه وسلم شغل صحابة خم يا زمان شغل ياشو شتارا شبشان نمز دعاء ذكر.